ما مطلقينش. اخا كان القرار ديالي وباباها، انا باباها اللي ما بغيش يبين، حتى انه وقع مشكل بيناتنا وكنت تعصبت ومسحت لي لي فوتو. نو ما مطلقينش. الله يعاونك سعداتك، انا عاد غنبدا نحفظ. دابا يجي الوقت وتوضح لك ان شاء الله. حقيقه كان القرار ديالي وباباها، دونك ماشي قرار ديالي بوحدي، خصني نحترمه لان باباها اللي ما بغيش بيا. بزاف ديال الاسباب مهنيه، وحتى كان وقع مشكل بيناتنا وكنت تعصبت ومسحت لي لي فوتو. كيصوروا الجزء الرابع ديال سلامه والمال، ما كنبانوش حيت بزاف البلايص ما كنكونوش فيهم مع بعضياتنا، ولا عندنا حتى صحابنا ما عندناش نفس الصحاب. شكرا بزاف، ربي يخليك لهلاه. شكرا بزاف ويخلي لك حتى انت نما عزيز عليك الحبيبه لهلاه اختك. شكرا بزاف. ماجدة في 29 ديسمبر، فهاد الشهر باقي لها 3 ايام ودعمل 5 سنين. حتى انا كنت منها امتى مبينة، والله ما كرهت امتى تشوفوها. شكرا في عويناتك، ولكن انا شويه كنشوف راسي شويه، ماشي شي حاجه غنبقى عليكم بالفلتر. ربي يخليك الحبيبه، شكرا. ان شاء الله قريب يا ربي، ان شاء الله قريب مبين، ان شاء الله حبيبه قريب مبينوها ان شاء الله. والله يحفظ لك حتى انت عزيز عليك. ليلي الله يحفظك ليلي، ان شاء الله كاين الجديد، كاين مسلسل، كاين سلسله، وكاينين جوج افلام ان شاء الله قريب. فوقاش ما بغيت نعمل لكم اللايف بكل فرح، والله يخلي لك ما عزيز عليك. دابا 3 ايام غادي يدعمل 5 سنين. الله ينجحكم يا ربي ويدوز لكم كل شيء بخير وعلى خير، حتى انا الفروض ما جينا عندي قرابي وياه ما بقى والو، خلي على الله. انا كنحاول يا ربي اللي لهلاه يحشمنا. عندي قريب ان شاء الله سلسله ودو تليفون. الله يكبر بيك، شكرا بزاف، الله يحفظك ليلي. طبعا لينا بحال بنتي وعزيزه عليا بزاف بزاف بزاف. طبعا انا ويلي لينا بحال بنتي وكنحمق عليها. شكرا بزاف. عملته عند الدكتوره مريم العلاوي، هي عندي في الباج ديالي. دابا نصيفطها لك. لهلا خطيك، ربي يخليك، شكرا بزاف بزاف. نو مازال جاست مي تو. لينا بنت ديال الصديقه ديالي سلمى والماناجر ديالي في نفس الوقت، اللي كنحماق عليهم بجوج بيهم، واقرب صديقه من اقرب صديقات ليا. علاش هتمشي ديكلاري بيا؟ كيسكنوا في شارع الوحده. شكرا بزاف بزاف، لهلا خطي، لهلا حشنا، الحمد لله، بارك الله فيك. القانون العام، عمل القانون. شكرا. نو نونكا، شكرا، الله لا يحطك، ميرسي بوكو، الله يكبر بيك، شكرا بزاف. رمضان ان شاء الله، ان شاء الله غادي نعملو لها. مجلة لالا العروسة، اخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الاخبار.